نشرة الأخبار. خلال معاينته عددا من السدود، رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة أن يتحمل كل شخص مسؤوليته للتصدي للعمليات التخريبية في قنوات المياه. 56 ألف هكتار إجمالي المناطق الغبية المحروقة بين سنتي 2016 و2023. ارتفاع في تحويلات التونسيين بالخارج من العملة الصعبة ب4% مقارنة بالسنة الفارطة. الفصائل الفلسطينية تتفق على إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة مصالحة وطنية مؤقتة لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب. السادسة مساء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، تحية طيبة. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة أداها إلى عدد من جهات الجمهورية أن المياه موجودة في السدود والعيون فيما يشكو المواطن العطش، وذلك خلال معاينته لعدد من السدود للوقوف على الأسباب المؤدية إلى انقطاع المياه الصالحة للشرب والري في كل من ولايات جندوبة والقيروان والمنستير ومنطقة جرومباليا. وقال رئيس الدولة إن المياه موجودة لكن يتم تخريب الشبكات فضلا عن قطع الكهرباء في العديد من المناطق، مشددا على ضرورة أن يتحمل كل شخص مسؤوليته للتصدي للعمليات التخريبية التي تطال قنوات المياه. تخريب هذا فضلا عن قطع الكهرباء في عديد المناطق، طبعا هذا الأمر مش طبيعي، ولا بد من تحميل أي مسؤول مهما كان. بالشكل هذا اللي قاعد يقع في تونس هو داخل في الحملة الانتخابية بتاع اللوبيات اللي داخل الإدارة. أموال مرصودة، مياه موجودة، موجودة في العيون، ومع ذاك الناس تشكو العطش. هذا اللي حصل، برا فما غرفة عمليات لتعطيش المواطن وللتنكيل بالمواطن. إذا كان مخزون استراتيجي وناس بلاش ماء، إي وين هو؟ شعروا بيه باش يخبيوه في الماء في متحف. حتى كان في تقطاع الماء ديما نقولها كان ثم سبب تلحق. شكون اللي يعتديه؟ لا علاش يعتديه المواطنين؟ فما دولة وثم سلطة ومش مواطنين، ولكن للأسف فما مواطنين عنده أول شيء الحق في الماء حق طبيعي، وثم المواطنين اللي يقوموا بالعمل هذا وراهم أيضا من هو في الخفاء. صادقت اليوم الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلق ببرنامج دعم الميزانية العامة للدولة التونسية الذي تقدر قيمته ب50 مليون يورو، ومشروع قانون ثاني يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند الجمهورية التونسية للمساهمة في إحداث خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي بقيمة 170 مليون يورو. وفي إجابتها على تدخلات النواب، قالت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي إن الوزارة تنتهج مقاربة تشاركية مع كل الوزارات لإعداد رؤية قطاعية على غرار التصرف في المخزون المائي مع وزارة الفلاحة. انطلقت الوزارة منذ سنة 2022 في مراجعة قانون عدد 71 لسنة 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار. تم تقييم منظومة الحوكمة المؤسساتية للاستثمار، تم تقييم منظومة الحوافز المالية ومدى نجاعتها، وتم إعداد مشروع قانون يتضمن تنقيح مجلة الاستثمار في اتجاه تحرير المبادرة الخاصة. فيما يتعلق بحذف مسار حظف التراخيص وتعويضها بكراسات الشروط، تعمل الوزارة على الحذف التدريجي للتراخيص الإدارية وتراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية، وقد تم حذف دفعة أولى تضم 25 ترخيص، حذف دفعة ثانية تضم 27 ترخيص، وسيتم إصدار أمر جديد لحذف 33 ترخيص. انطلقت الوزارة منذ شهر أبريل 2024 في مسار مراجعة كراسات الشروط والتي بلغ عددها حوالي 170 كراس. الهدف من هذا المشروع مقاومة اقتصاد الريع، تحرير السوق، ومن مخرجات هذا المشروع. عرضت جمعية كلام خلال ندوة صحفية اليوم أهم نتائج تقريرها الخاص بحرائق الغابات في تونس، انطلاقا من الحرائق التي شهدتها منطقة ملولة سنة 2023. التقرير بيّن أن إجمالي المناطق الغابية المحروقة في تونس بين عامي 2016 و2023 بلغت حوالي 56 ألف هكتار، أي ما يعادل 4.7% من إجمالي مساحة الغابات في البلاد. المشرفة على الدراسة
الرئاسة زحى اليحيوي ومزيد من التفاصيل. تسعى على زوز جوانب أساسية، الجانب الإيكولوجي والجانب القانوني. بالنسبة للجانب الإيكولوجي، لاحظنا أنه للأسف من 2016-2023 العديد من المساحات الغابية التي تقدر ب 56 ألف هكتار دمرتها الحرائق. في 2023 تم تدمير 5600 هكتار غابي جراء الحرائق، بما فيهم اللي صار في منلولة عمناول، اللي خسرنا في منطقة صغيرة كما هكاكا أكثر من 400 هكتار، وهذه إحصائيات قامت بها الحماية المدنية التونسية. تعليقة بالجانب القانوني، لاحظ فريق العمل أنه هناك تراجع في المكاسب البيئية في علاقة بدستور 2022 مقارنة بدستور 2014، هذاك علاش دعا الفريق إلى تنقيحه. كذلك لاحظنا ضرورة إعادة تنقيح مجلة الغابات وأيضا قانون الإرهاب، وضرورة خلق إطار شامل قانوني للحد ومواجهة الكوارث الطبيعية بما فيها الحرائق. قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح للأخبار خلال زيارة أدها صباح اليوم إلى مركز النداء التابع للهيئة بالقصبة إن المركز يقدم معطيات محينة ودقيقة حول مختلف استفسارات الناخبين والراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. هو مركز نداء اعتادت الهيئة أنه تهيئه بمناسبة كل مسار انتخابي، الرقم معروف تقريبا عن جميع التونسيين 18-14 للإجابة على أي استفسار أو تساؤل حول المسار الانتخابي. الرقم هذا يهم الناخب ويهم أيضا المترشح حول التحيين، كيفية التحيين عن بعد، مراكز التحيين القارة والمنتقلة، وأيضا حول شروط الترشح، وثائق الترشح، التزكيات وهو الجديد، يعني أين توجد تلك الاستمارات، كيف يقع تأميرها، لمن تسلم، يعني تقريبا كل المعطيات حول المسار الانتخابي. المركز يعمل بشكل متواصل على مدار الأسبوع من الساعة 8 صباحا إلى 10 ليلا دون انقطاع بما في ذلك السبت والأحد، وتقريبا الأعوان بتاعنا مكونين يعني على المسائل القانونية والترتيبية، وعندهم كل المستجدات في علاقة بالبلاغات التي تصدر الهيئة، ويعطيوا المعلومة محينة وخاصة معلومة دقيقة. وبخصوص استخراج الوثائق المطلوبة لاستكمال ملفات الترشح، أوضح بوعسكر أن مسألة التوكيل لسحب استمارة الترشح حسمت من قبل المحكمة الإدارية، مضيفا أن كل شروط الترشح تتطلب استخراج وثائق من إدارات مختلفة خارج عن نطاق هيئة الانتخابات. بالنسبة لمسألة التوكيل حسمت من المحكمة الإدارية، المحكمة الإدارية أقرت توجه الهيئة أنه إيداع مطلب الترشح أو سحب الاستمارة يكون بطريقتين، إما يحضر المعني بالأمر شخصيا، وراه في 88 تقريبا خلينا نقول 85 منهم جاءوا شخصيا، أو أنه يتعذر عليه الحضور شخصيا لأي سبب كان، وقت يلزم توكيل قانوني وصريح، يلزم عندي توكيل وثيقة تعبر صراحة على انصراف نية المترشح أو الرغبة في الترشح إلى توكيل شخص بعينه للقيام بإجراء الترشح. وهذا يراه مبدأ قانوني موجود في الإدارة الكل، وأنا نستغرب كيفاش يطرح هذا الموضوع أنه شخص ينجم يكون ما عنده حتى علاقة يتم تمكينه من أنه يسحب استمارة فيها معطيات شخصية وفيها صورة وفيها رقم بطاقة تعريف، وبعد كي يجي المترشح يقول ما كلفتوش. البطاقة عدد ثلاثة هي من ضمن الشروط الترتيبية التي وضعتها الهيئة، فلنكون واضحين، البطاقة عدد ثلاثة ليست شرطا جديدا، كل شرط يلزمه وثيقة، كما الجنسية يلزمها شرط جنسية، السن يلزمه، مضمون ولادة، كل الوثائق مسوكة من الإدارة، يعني شرط جنسية أيضا مسوكة من وزارة العدل، مضمون ولادة مسوكة من وزارة الداخلية، فبأي منطق تطالبون الهيئة أن تقوم بالتثبت؟ أعلن المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي تليلي اليوم على هامش الندوة الجهوية للتونسيين بالخارج بباجة المنعقدة حول موضوع الهجرة في السياسات العمومية والميزات التفاضلية لولاية باجة، أعلن أن حجم التحويلات المالية للتونسيين بالخارج تحتل المرتبة الأولى من حيث توفير العملة الصعبة، حيث بلغت حتى موفى جمع الماضي 3.9 مليون من المليمات، متجاوزة بذلك مداخيل قطاع السياحة. وأضاف أن هذه التحويلات التي سجلت ارتفاعا بنسبة حوالي 4% مقارنة بالسنة المنقضية أصبحت بمثابة مدخر للبنك المركزي من العملة الصعبة، مقدرا أن دور التونسيين بالخارج الثابت في الاقتصاد التونسي يستدعي تحويل جزء من هذه الأموال إلى استثمارات مباشرة وعدم توجيهها فقط للاستهلاك.
قدم اليوم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية النتائج الأولية لدراسة ميدانية حول المهاجرين غير النظاميين في تونس، شملت 397 مهاجرا قدموا إلى تونس من 23 بلدا إفريقيا. تفاصيل أكثر مع المكلف بالاتصال بالمنتدى رمضان بن عمر. دراسة شملت عينة تمثل في 379 مهاجر في ثلاثة ولايات اللي هي تونس الكبرى ومتنين وصفاقس، على خمسة محاور أساسية هي دوافع الهجرة، المسار الهجري، الظروف المعيشية للمهاجرين، الولوج للحقوق الأساسية، والعلاقات مع المجتمع المدني والمؤسسات العمومية. العينة هذه كانت 76% منها ذكور، 26.9% إناث. معدل الأعمار كان في حدود 26 سنة. المستوى التعليمي كان 40.9% من ثانوي و 28.9% تعليم عالي. 14% منهم كانوا يشتغلون بصفة قارة. العينة هذه قدمت من 23 بلد إفريقي، في المرتبة الأولى السودان، ثم غينيا كوناكري، ثم سيراليوني، ثم الكوت ديفوار. النتائج الأولية لهذه الدراسة بيّنت أن 60% من المهاجرين المستجوبين صرحوا بأنهم وصلوا إلى تونس عن طريق الحدود البرية مع الجزائر، فيما قدم 23% منهم برا عن طريق ليبيا. حول المسار الهجري لهؤلاء المهاجرين يضيف رمضان بن عمر الناطق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 84.7% منهم لا يملكون تأشيرات. طريقة الدخول إلى تونس 60.7% دخلوا برا عبر الجزائر، و 23.2% عبر ليبيا، 14.5% دخلوا عن المطارات، استعملوا في المسار الهجري نتاعهم اللي امتد كمعدل في حدود 14 شهر، 44.9% كانوا ماشيين على الأقدام، و 26% لا إجابة، 75% من العينة اضطروا لتغيير مكان الإقامة في تونس أكثر من مرة، العينة هذه في 77% من المشاركين تعرضوا للعنف في تونس، و 5% فقط قدموا الشكايات أمام المؤسسات التونسية، 40.1% لا يجدون من صالحة للشراء، في حين أنه 70% صرحوا أنهم يعرفون مهاجرين ليس لديهم ما يأكلون. عند المرض 65.2% يمشوا للصيدلية، و 56.5% يستعملوا وسائل تقليدية للعلاج، وذلك نتيجة غياب الموارد المالية والخوف من الإيقافات. بالنسبة لمصير هؤلاء، هناك 42% عبروا عن رغبتهم في العودة إلى بلدانهم، و 79.2% عبروا عن رغبتهم في العبور إلى إيطاليا. تتواصل اليوم بالمركز الشبابي والرياضي المنزه السادس تظاهرة إعلامية حول التوجيه ببادرة من الجمعية التونسية للإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي لفائدة الناجحين في البكالوريا بحضور مجموعة من المستشارين والخبراء. وعلى هامش التظاهرة وضعت الجمعية أكثر من 32 رقم هاتف على ذمة التلاميذ الذين لا يستطيعون مواكبة التظاهرة للاستفسار حول التوجيه الجامعي، وفق نائب رئيس الجمعية التونسية للإعلام وتوجيه المدرسي والجامعي فتحي بغرارة. هذه الحصص الموجهة إلى التلاميذ الناجحين الجدد، حصص مسائية تتماشى مع الظروف المناخية، تمتد هذه الحصص من الرابعة إلى الثامنة مساء. الحصص تركز على المحاورات الفردية، بمعنى أن تنقسم يعني المحاضرات بالكلام العام وربما والمعطيات النظرية، وحاولت أن تتوجه مباشرة إلى المشاريع الشخصية والأسئلة الفردية للتلاميذ. مجموعة من المستشارين ومجموعة من الجامعين والمحتين هم على ذمة التلاميذ. وعلى هامش هذه التظاهرة أطلقنا مبادرة أخرى، وهي إعطاء تقريب أكثر من 30 رقم للمستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، وهي أرقام شخصية حتى يقوموا بمرافقة التلاميذ عبر الهاتف للذين لم يتسنى لهم حضور التظاهرة، وتمتد إلى موفى يوم 27. أكثر من 32 رقم هي على ذمة التلاميذ من كامل مناطق الجمهورية. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn. استشهد 84 فلسطينيا وجرح 329 آخرون في 8 مجازر ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة. وأعلنت كتائب القسام استهداف جرافة للاحتلال بقذيفة الياسين 105 شرق مدينة خان يونس، بينما أعلنت سرايا القدس قصف تجمعات لجنود الاحتلال على خط الإمداد في محور نتساريم
بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم. وفي الضفة الغربية اغتال الجيش الصهيوني 3 من قادة المقاومة في تل كرم ودفع بتعزيزات نحو مخيم المدينة وسط اشتباكات وتفجير عبوات ناسفة استهدفت آليات الاحتلال العسكرية. وعلى الجبهة اللبنانية طلب جيش الاحتلال من المستوطنين المتبقين في 8 مستوطنات حدودية عدم التجمع بأعداد كبيرة والبقاء قرب الملاجئ خشية إطلاق صواريخ من لبنان، بينما أعلن حزب الله اللبناني مهاجمة قاعدة جبل نيرية التي تشغلها قوات من لواء جولاني بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدفت أماكن تموضع الضباط والجنود وحققت فيهم إصابات مؤكدة. على صعيد آخر اتفقت أبرز الفصائل الفلسطينية ومن بينها حركة فتح وحماس على إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية بتوقيعها في العاصمة الصينية بكين إعلانا ينص بالخصوص على تشكيل حكومة مصالحة وطنية مؤقتة تتولى إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب. إعلان بكين تم توقيعه خلال حفل أقيم في ختام حوار وطني فلسطيني استضافته الصين على مدى يومين في وقت توعدت فيه إسرائيل بمنع تطبيق الاتفاق ولا سيما فيما يتعلق بإدارة غزة من قبل الفصائل الفلسطينية. التفاصيل في التقرير التالي مع حاتم كريسان. اتفق ممثلو 14 فصيلا فلسطينيا على توحيد الموقف الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية لمواجهة العدوان الإسرائيلي وإنهاء الانقسام بما يحقق طموحات الشعب الفلسطيني، مؤكدين العمل على تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب. جاء ذلك لدى توقيعهم إعلان بكين الذي نص بالخصوص على أن تبدأ الحكومة بتوحيد المؤسسات الفلسطينية قبل الشروع في إعادة إعمار قطاع غزة والتمهيد لإجراء انتخابات عامة بإشراف لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية في أسرع وقت ممكن. كما تضمن الإعلان ترحيبا بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وتأكيدا على الالتزام بقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ورفضا لكل أشكال الوصاية ومحاولات مصادرة القرار الوطني الفلسطيني المستقل. القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق أكد إثر توقيع الاتفاق أن الطريق من أجل استكمال الكفاح هو الوحدة الوطنية التي تتمسك بها حماس. ومن جهته أعلن الأمين العام لحزب المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن الفصائل الموقعة على إعلان بكين ستبدأ بشكل فوري تطبيق اتفاق المصالحة بخطوات عملية. أما وزير الخارجية الصيني فقد أكد أن بلاده ستواصل العمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وهي تأمل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة في أقرب وقت ممكن. في المقابل توعد وزير الخارجية الإسرائيلي بمنع تطبيق بنود إعلان بكين مؤكدا رفضه الإدارة المشتركة للضفة الغربية وقطاع غزة من قبل الفصائل الفلسطينية بعد الحرب وعزمه على القضاء على حماس. هكذا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، قدمتها لكم أحلام بن عمر وهذا تذكير بعناوينها. خلال معاينته عددا من السدود رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة أن يتحمل كل شخص مسؤوليته للتصدي للعمليات التخريبية في قنوات المياه. 56 ألف هكتار إجمالي المناطق الغابية المحروقة بين سنتي 2016 و2023. ارتفاع في تحويلات التونسيين بالخارج من العملات الصعبة ب4% مقارنة بالسنة الفارطة. الفصائل الفلسطينية تتفق على إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة مصالحة وطنية مؤقتة لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب. دمتم في أمان الله.